السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الغني معكم من موقع visiontechnologie.com. أخواتي إخواني الوقت كيطير، وصلنا للحلقة الثالثة من هذه السلسلة الرمضانية، وأيضا وصلنا اليوم الثالث من شهر رمضان الكريم المبارك. اليوم إن شاء الله غادي نتكلم لكم على سلسلة رمضانية كيديرها الشيخ طارق رمضان بالإنجليزية وبالفرنسية، يعني نفس المحتوى في جوج فيديوهات، واحدة بالفرنسية واحدة بالإنجليزية. شيء رائع، محتوى رائع ما كيتجاوش حتى هو 3 أو 4 ديال الدقائق. هاد السنة طارق رمضان اللي هو معروف جدا احنا عندنا في الغرب وحتى في بعض الدول العربية، ومدرس في أوكسفورد، في هاد الخواطر نتاعو في هاد السلسلة كيتكلم كل يوم على قصة عبرة حكمة اللي كاينة في الجزء القرآني اللي غادي نقراوه في اليوم. يعني مثلا اليوم الجزء الثالث من القرآن، فغادي يتكلم على قصة عبرة أو حكمة من هذا الجزء باللغة الفرنسية والإنجليزية. فاللي كيتعلم لغة شيء رائع أنه يسمع أيضا لهذا المحتوى، وأيضا ماشي فقط لأنه باللغة الفرنسية والإنجليزية، حتى لأنه محتوى رائع. وكما كتعرفوا العلماء ما كاينينش غير في الدول العربية، ما كاينينش غير في السعودية، كاينين عندنا في أوروبا، كاينين في الهند، كاين في أمريكا، يعني كاين 300 مليون عربي مسلم، مليار 200 مليون مسلم عجمي أو غير عربي. فنخليكم تفكروا. هاد السلسلة يمكن لكم تلقاوها في اليوتيوب في القناة الرسمية نتاع طارق رمضان. دابا نبعث لكم الرابط. أنا إن شاء الله نلتقي بكم غدا بإذن الله. راكم عارفين الصلاح الخلاص الجزاء ديالي أنه الدعاء لي ولوالدي وللأحباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.